إيهاب، اسمح لي بعينك الصحفية كده، شفت إمام عاشور إزاي؟ ده أول معسكر ليه مع الأهلي وبعد ضجة كبيرة، أنت تابعت الحدوتة دي إزاي من عندك؟ لاعب مركز جدا، لاعب قافل على نفسه، بيعمل مجهود كبير قوي في التدريبات. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. احنا مش هنقيم امام، لمسته عاليه جدا في التدريبات، في اشاده كبيره جدا جدا من مستر كارلوس في التدريبات الفنيه المتخصصه الهجوميه من اول لمسه، يعني من اول يوم كده كان في اشاده بيه واضحه واضحه، وهو بيسقف له بيقول هو ده اللي انا عايزه، هو ده الاداء اللي احنا عايزين نبني من تحت بالشكل ده. في شغل بيتعمل بشكل كويس، وما شاء الله امام ماشي بشكل كويس جدا. طبعا الدويت بتاعه كهربا، يعني طالعين سوا نازلين سوا، يعني انا حسيت ان كهربا بيقول لامام لازم تنجح. طبعا كل حاجه بايد ربنا، لكن لما يبقى في صديق ليك ولاعب معاك مر بنفس تجربتك وبيحتضنك عشان يعدي بيك مرحله قد تكون صعبه، قد تكون بتفكر كتير، بيديك تجربته وعملها. انا عايز اتوقف على التعليق اللي انت قلته دلوقتي، كهربا ودوره مع امام عاشور، و يعني هذا ما يضيفه النادي الاهلي الى شخصيه اللاعبين. ازاي لما تخش الاهلي لازم تتغير عشان تنجح، وتتغير وتبقى ازاي، وتبقى مؤثر ومصدر تاثير على اللي حواليك. ما يحدث من كهربا والله الواحد فرحان له. طبعا بحيي حضرتك على انك يعني رسالتي في الكلام وصلت بشكل واضح جدا، ان كهربا اللاعب اللي اختلف 100% واللي بقى يعني تفكيره في الملعب فقط، كمان بيشد ازر زملائه زي ما قلنا، هو محاوط على امام بالنص كده، محاوط على امام عاشور، والنهارده يعني حتى طالعين من الملعب فكهربا جاب عجله كده وركب امام عاشور قدامه وطلع بيه جري من وسط الناس كده، يعني يعتذروا للناس وتصوروا معاهم وجري وجري كده. ودي حتى يمكن لقطه يعني كاميرا القناه كانت في الملعب، انا حرصت ان اخدها بتليفوني الشخصي وابعتها لكم حالا دلوقتي برضو في البرنامج، تشوفوا اللقطه دي وتشوفوا العلاقه اللي بين اللعيبه عامله ازاي. وعلى فكره عشان اشيد برضو باودي الكهربا حقه، كمان محتضن جدا اللاعب رضا سليم، اللاعب اللي بيدخل في الفرقه واحده واحده، بيدخل في الاجواء واحده واحده، ومندمج جدا مع اللعيبه، واللعيبه كلها محتضناه. كمان عايز اقول ان كريم نيدفيد وصلاح محسن العائدين للتالق مره اخرى، يعني تحس ان هم ما مشوش من الاهلي، تحس ان هم الاندماج والحماس دي لعيبه قديمه، ما اقدرش اقول عليها لعيبه طلعت اعارات ورجعت، او لعيبه لا، دي لعيبه كانها ما خرجتش من بيتنا النادي الاهلي، لعيبه بتأدي بشكل جيد جدا. في نسينا كمان واحنا بنقول قطاع الناشئين وما قدمه، العام اللي احنا شايفينه في المعسكر بوب، نسينا محمد فاخري. ما هو فاخري لعيب مميز جدا، بعض الناس بتشوف ان محمد قد يكون اداؤه متذبذب، لكن انا بقول لك مستر كولر نفسه بيقول ان اللاعب ده بيأدي مهام معينه بشكل معين، لاعب خططي. وعايز اقول لك على حاجه، يعني مش سر ولا حاجه، من امتع ايام المعسكر اليوم اللي اتعمل فيه مباراه بين اللعيبه كلها، يعني التقسيمه اللي اتعملت الاحمر واللعيبه اصحاب الرداء الاسود، وكان في فرقتين. انا بقول لحضرتك كانت مباراه قويه جدا جدا جدا، وانا بتفرج كنت خايف من حماس اللاعبين الزائد جدا، كله بيقدم نفسه للجهاز الفني، كله بيجتهد، مفيش لعيب كبير ولاعيب ناشئ، كله بالنص كده بياكل النجيله، كله مبسوط في اجواء رائعه جدا. وبالمناسبه دي هقول معلومه، لان البعض بيقول هو الاهلي ما لعبش ماتشات كبيره ليه؟ الاهلي ما لعبش كتير ليه؟ المعسكر ما فيهوش ماتشات ليه؟ دي كانت رؤيه مستر كولر اللي شايف اللعيبه مجهده ولسه هتخش على ماتشات كتيره، مش عايز يزود الحمل البدني من قبل بدايه الموسم. هو الراجل اللي طلب انه يلعب مباراه واحده وحددها يوم 5 اللي هو بكره، وحدد كمان الفرقه اللي هيلاعبها في الدوري السلوفيني، على اعتبار برضه ان مستر كولر ما هو يعني قعدته في النمسا مدياله خبره بالاجواء اللي هناك، يعني هو طبعا لما يجي مدير فني ينقي فرقه علشان تلعبك وانت ناقص 10 لعيبه، انت دلوقتي معسكرك ناقص 10 لعيبه، 4 المنتخب الاول، 3
المنتخب الاولمبي وثلاثه محترفين بيرسي تاو وديانج وعلي معلول اللي كلهم انضموا لمنتخبات بلادهم وغادروا المعسكر. فبالتالي انت عارف في الظروف في الوقت ده هيبقى معاك عدد معين من اللاعبين، عايز تعمل مباراه ما تجهدش ولا تعمل اصابات عندك. رغم ان الاستاذ عمرو والاستاذ هشام مرزوق الاثنين عرضوا اكتر من مباراه على مستر كولر، لكن مستر كولر طلب مباراه واحده. طبعا كان في لغط في الاول، تقول لك الاهلي هيلعب مباراتين، هيلعب الاهلي لم يعلن على مباريات ولم يلعبها. اصل ده قرار فني، انا بستغرب الناس بتناقش ايه يعني. ناس في معسكر مدرب قرر يلعب مباراه حتى لو غير رايه وعدل من فريق من فريق، ايه المشكله؟ هو عنده فكره ان هو يعمل تقسيمه قويه افيد. ما هو ده صرف النظر يا استاذ ابراهيم، احنا بنتناقش دلوقتي يعني طبعا في صميم عمل الناس بالظبط. انما هو ما طلبش خالص غير مباراه واحده من اول المعسكر، عشان الناس تبقى عارفه برضو ان الراجل ده باني فكر لقدام، شغال بشكل معين من قبل السفر، وهو بيتكلم في مباراه وحيده، ما اتكلمش في مبارتين خالص، ولم يعلن لا النادي الاهلي ولا الاعلام الاهلي ان احنا هنلعب اكتر من مباراه، هي مباراه محدده واحده، وبكره ان شاء الله هتكون مباراه الساعه 5 بتوقيت النمسا، الساعه 6 بتوقيت القاهره. المباراه دي طبعا هتكون في مدينه جراتس جنبنا هنا، والمباراه مدينه جراتس اللي احترف فيها الكابتن صالح طبعا. المباراه دي غير منقوله على شاشه قناه النادي الاهلي وفقا لتعليمات الجهاز الفني للنادي الاهلي. يعني انا دايما تيجي تقابلني الناس يا باشمهندس واستاذ ابراهيم، يا جماعه زعلنا المباريات الوديه، احنا بيبقى عندنا خيارين، ممكن نسجل المباراه ونزيحها في وقت لاحق، او نزيحها على الهواء، او ما نزيحهاش وفقا لرؤيه الجهاز الفني. الجهاز الفني طلب ان المباراه ما تتطورش تلفزيونيا، وهو اللي بيبقى ادرى، عايز يجرب حاجه، عايز يشوف حاجه، وبالتالي لكل جماهير النادي الاهلي يكون مشاهدي قناه الاهلي يبقى هم عارفين دايما ان احنا داعمين لفرقتنا، احنا بنبقى موجودين في المعسكرات لحمايه لعبتنا وفرقتنا، احنا مش بنتكلم بالشكل اللي هو جايين هنا نجيب معلومات معينه للجميع، لا احنا جايين في راحه الفريق ونقل الصوره الواقعيه للفريق بدون اي زياده وبدون اي نقص، ولكن المباريات ونقلها دي بتكون لرؤيه الجهاز الفني. الجهاز الفني شايف اننا نذيع هنذيع، شايف اننا مش هنذيع مش هنذيع، ومباراه بكره غير مذاعه لان الجهاز الفني رفض تصوير اللقاء.